السلام عليكم يا ابطال، اتمنى كل شيء يكون بخير. الحمد لله. اليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي هو شيق، شي حاجه قمه في الروعه، اللي هو الفياق بكري. شحال تاع الناس ما تيفيقوش بكري و تيفلتو على راسهم هذيك الوقيته، ولكن اليوم ان شاء الله الا تصنتي على الفيديو كامل غادي تقدر تفيق مع الصباح بكري وتكون ناشط وفرحان وتحس بالسعاده. المهم بقى معانا. فراسك الا فقتي بكري الجسم ديالك غادي تساعده انه غيحصل على واحد الطاقه، وايضا ان صحه الجسم ديالك غادي تبدل وغادي تولي مزيانه وغتحسن بزاف، وحتى علاقتك مع الناس غتكون واحد العلاقه مزيانه، لان التواصل ديالك بينك وبين الناس غيتبدل وغيكون واحد التواصل جيد ورائع. وحتى الى عندك المشاكل في حياتك غادي تغلب عليهم بواحد السهوله، وحتى الستريس اي التوتر حتى هو غادي ينخفض بواحد الصوره تدريجيه. وايضا كاين واحد الحاجه اللي هي انقاص الوزن، الناس تيفيقوا بكري هادشي كيساعدهم على انقاص الوزن، يعني الناس اللي بغاو ينقصوا من الوزن ديالهم يحاولوا يفيقوا بكري. كاينين الناس تيقولوا انهم بغينا نعسوا بزاف باش نرتاحوا، وتفضلوا الوقيته باش يفيقوا فيها هي 9 الصباح ولا 10 الصباح، ولكن انا غادي نقول لك الا نعستي بكري، يعني الا نعستي مع 10 الليل وفقتي مع 5 الصباح ولا 4 الصباح، راه نعستي واحد النوم كافي. واحسن وقيته للنوم هي من 10 لجوج الصباح، هذيك هي احسن وقيته اللي تكون فيها النوم العميق. غادي نقول للناس اللي كان عندهم ديك الموتيفاسيون انهم بغاو يفيقوا مع الصباح، ولا شافوا هذا الفيديو هذا وقرروا انهم بغاو يفيقوا مع الصباح، نقول لكم بان حياتكم غادي تبدل، ماشي 180 درجه، 360 درجه، شي حاجه بواحد الصوره خياليه، وخصوصا الا داومتي عليها 30 يوم. 30 يوم حياتك غادي تبدل، لان افكارك غادي تبدلو، حتى العادات ديالك غادي تبدلو، حتى كلشي غادي تبدل بواحد الطريقه ايجابيه، وانت راه ما غاديش تشعر بهذا الشيء هذا، لان السر ديالو ان السر كاين في الفياق مع الصباح بكري، يعني 5 الصباح. الا بغيتي تنجح في حياتك وتطور من راسك، اول حاجه خصك تخدم عليها هو انه تطور من العادات ديالك، يعني تبدل العادات ديالك. الا كان عندك واحد العادات السلبيه حاول ترد تنقص بوحده بوحده، وكل وحده رومبلاسي مع عاده ايجابيه، ومن بين هاد العادات هادو اول عاده خصك تخدم عليها هو الفياق بكري، لان فهاديك الموت في اللحظه فاش كتفيق بكري راه كتنشط الطاقه الذهنيه، لانه ملي تتفيق مع 5 الصباح كيكون عندك النهار كله هادف، كتولي كتخطط لذاك النهار كيف باش بدي تدوز، عقلك كتولي هكا تيخدم، فهمتي؟ يعني الناس اللي ما تيقدروش يخططوا النهار ديالهم بالليل، فيق الصباح بكري وخطط النهار وغادي تشوف راسك كيفاش غادي تدوز هذاك النهار، عقل على هضرتي. وكاين واحد الميساج بالنسبه لدوك الناس اللي تيفيقوا معطلين، فراسك من كتفيق معطل 9 ولا 10 الصباح ولا حتى 8، انه راه النهار كله غادي يجوز عندك كسل، عندك الكسل في الجسم ديالك والخمول، وانك ما تقدرش تخدم ولا تقدر تقرا، وتحس براسك بانك عندك التعب والارهاق، لان الجسم ديالك ما عطيتيش واحد الكميه من الطاقه، خصوصا ديال الناس اللي تيفيقوا مع الصباح. لاحظ الناس اللي تيفيقوا مع الصباح كيفاش كيدوزوا نهارهم، ولاحظ انت اللي كتفيق مع 8 كيفاش كدوز النهار. وشكون اللي غادي تسول كاع بزاف؟ سول الناس اللي كينوضوا لصلاه الفجر مع الصباح، كيصليو وسولهم كيفاش كيدوزوا نهارهم وما كيجاوبوا، انت غادي تلاحظ بان نهارهم كيدوز زوين بزاف، ما تسخاش بهذاك النهار كيفاش كيدوزوهم، غادي تقول مع راسك انا ما كرهتش ندوز حتى انا نهار بحالي بحالهم. ولكن هذا الشيء هذا اللي جعلت راسك انك تفيق مع 5 الصباح ودير داك الشيء اللي تيديروا الناس اللي هما ناجحين في حياتهم، غادي نقول لك شي حوايج غادي يشجعوك باش تفيق حتى الصباح بكري، وتكون انت من دوك الناس اللي كيفيقوا مع 5 الصباح وتدوز نهارك رائع جدا. خليك معايا. دار واحد الاختبار على واحد الفئة من الناس وجعلهم انهم يفيقوا مع 5 الصباح كل يوم، وما ظنوا نفسهم انهم ما يقدروش يفيقوا مع الصباح، وهادشي يكون يوميا، يعني جاتهم صعيبة. ولكن لاحظوا واحد القضية، انه بعد اسبوع لقاو هذوك الناس ولاو تيفيقوا قبل من الوقيته اللي تدارت لهم، يعني كانوا تيفيقوا مع 5 ولاو تيفيقوا هما مع 4:30 مع 4، ولقاو عندهم واحد القدره اللي اش غنقول لكم، الجسد ديالهم ولا جسد خارق، والقوه الذهنيه حتى ولات خارقه. هادشي هذا
لانهم استغلوا النهار ديالهم اللي فاقوا مع 5 الصباح بشي حوايج، وانا غادي نقول لكم شنو هما هاد الحوايج. بقى معايا. اول حاجه كانوا تيديروها هاد الناس هادو هو انهم قبل ما ينعسوا كانوا تيقولوا 6 السوايع كافيانا للنوم وغادي نفيقوا بنشاط، وكانوا تيرددوها حتى تينعسوا، ومن تيفيقوا تيلقاو راسهم عندهم واحد النشاط خارق في الجسم ديالهم. تاني حاجه انهم من تيفيقوا تيغسلوا وجههم بماء بارد، وكما عرفتوا قبل هضرتكم على الفوائد ديال الماء بارد، اللي ما شافش الفيديو يدخل عندي القناه يشوفه. المهم تيغسلوا وجههم بالماء بارد، من بعد انهم تيبدلوا ونسيت واحد القضيه، كيغسلوا سنانهم، من بعد انهم كيبدلوا الحوايج ديالهم وكيبعدوا على ديك البلاصه اللي كانوا تينعسوا فيها. يعني اذا كانوا مثلا تينعسوا في واحد البيت ولا في شي صالون، تيبعدوا على ديك البلاصه ويمشيو شي بيت اخر ولا شي بلاصه اخرى، باش مش باقيش يشعروا بالتعب. لان ملي تمشي لشي بلاصه كنتي تنعس فيها وكتشوفها كتقول مع راسك نرجع لبلاصتي نعس فيها، يمشي الريح هي كتمشي طريح كتنعس عاوتاني، لان داك الشيء كيشجع الدماغ انه بغى ينعس عاوتاني. كانوا هاد الناس هادو كيشربوا كاس ديال الماء دافي، لان في فتره النوم تيكون واحد الجفاف، لهذا خصك ضروري الا فقتي مع الصباح تشرب كاس ديال الماء. وواحد الحاجه اخرى انهم كانوا تحيدوا عليهم التليفونات وتيبعدوهم على التلفاز، وكانوا تيتجهوا لواحد البلاصه فين يديروا الصلاه ديالهم. من بعد فاش يساليو كيخرجوا كيستشقوا الهواء ولا تيديروا شي جريه مع راسهم، رياضه مع الصباح. المهم انا كنتمنى هذا الاختبار اللي داروا هاد الناس حتى انت تجرو على حياتك قبل ما تبدا العمل ديالك ولا قبل ما تبدا الدراسه ديالك. وحتى الناس اللي ما خدامين ما تيقراو يفيقوا بكري ويديروا هاد الشيء هذا مع الصباح، ولاحظوا النهار كيفاش غادي يدوز، غيحسوا بواحد الفرق كبير. عقلوا على هضره اليوم ان الصباح احسن وقيته لزرع افكار ايجابيه في عقلك الباطن، لان في هذيك الوقيته تكون العقل ديالك متفتح. وهاد العاده هادي كيتسموا بها الناس اللي ناجحين والمشاهير بحال محمد علي كلاي بحال اوبرا. المهم برمج عقلك بافكار ايجابيه، بحال تقول انا نشيط انا فرحان. المهم كلام هذا اللي كيعزز الثقه بالنفس حتى هو برمج بيه عقلك، بحال تقرا شي حاجه، تقرا القران، بحال اي حاجه ديرها مع الصباح ايجابيه اللي تبرمج بها عقلك ديرها مع الصباح. المهم الا كنتي كتفيق مع اي وقيته قولها لنا في التعليق لتحت، اي وقيته كتفيق فيها المهم كتب لنا في التعليق لتحت، بينا نشوفوا اراء المشاهدين ديالو اللي ماش كيفيقوا، وبغيت نعرف حتى الناس ماش كينعسوا واش يديروا مع الصباح. المهم شاركونا في التعليق ديالكم، نتمنى هذا البحث المتواضع يعجبكم. تحياتي للجميع.